بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها إن إحنا مش هنفتح الطريق إلا ما يفتحوا الطريق على أهل عرسال. فتحوا جميع الطرق التي أقفلت أمس احتجاجا على حصار عرسال، والمشنوق يؤكد أن طريق عرسال ستفتح اعتبارا من صباح اليوم. الحريري يجري سلسلة اتصالات حول الأوضاع في عرسال وطرابلس، ويعلن تشكيل فريقي عمل لمعالجة الحالات الاجتماعية والإنسانية فيهما. كتائب الأسد تصاعد من اعتداءاتها بحق المدنيين، وواشنطن تغلق السفارة السورية والقنصليات التابعة لها. صباح الخير. نشير مع بداية النشرة إلى أن الجيش اللبناني فتح منذ بعض الوقت طريق عرسال، وكانت فتحت جميع طرقات من بيروت إلى صيدا مرورا بخط الساحل وصعودا نحو البقاع وصولا إلى طرابلس وعكار، والتي قطعت أمس تضامنا مع عرسال وأهلها واحتجاجا على الحصار المفروض عليها بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع بعد الوعود التي تلقاها المواطنون بفك الحصار اليوم عن عرسال وفتح الطريق إليها. إلى ذلك، وخلال احتجاجات الأمس شهدت منطقة قصقص في بيروت حادثا مأساويا تمثل باستشهاد المواطن حسام الشوى وجرح مواطنين آخرين إثر تعرضهم للرصاص. وبحسب المعلومات فإن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في الحادث بعد تردد معلومات تفيد بأن الشبان الثلاثة أصيبوا برصاص أطلقه عناصر الجيش لتفريق المتظاهرين. شغلوا بالمنطقة هناك بشارع حمد، ولما صار سمع انه في شوية مظاهرات او شيء هيك راح ليشوف شو صار بس، والشباب كله اللي هناك بالمنطقة بقولوا راح كان واقف على جنب. هلا عم يجي عندنا معطيات كثيرة وعم بيقولوا تقوص عليه، وانا شفته مقوص براسه، وخي ما بيتعاطى بأي شيء بالسياسة او بالأمن او بشيء. دم خي ما لازم يروح هدر ابدا، لأنه مظلوم أكيد 100% إنه مظلوم. هن بيعرفوا يشتغلوا بالتجارة، ما بيعرفوا يشتغلوا بدم الناس. طريق جديدة منها يتيمة، طريق جديدة قلعة بيروت، بيروت عاصمة لبنان، بيروت ما قصرت مع حدا. أنا بطالب غدا يوم غد يوم إضراب عام بكل بيروت، وخصوصا الطريق الجديدة، لتوفي شهيدها حقه اللي ما له ذنب إلا أنه هو رجل نزل يقول آخ، حتى الآخ صارت علينا ممنوعة. الاحتجاجات والاعتصامات عمت العديد من المناطق اللبنانية تضامنا مع عرسال وأهلها، وامتدت التحركات أمس من البقاع إلى الشمال مرورا بالساحل وبيروت. إلى عرسال در، فبعد معركة يبرود وجدت البلدة الحدودية نفسها تحت المجهر. عوامل جغرافية جعلت عرسال تحت الحصار، والذريعة أن السيارات المفخخة التي تتوالى انفجاراتها تمر عبرها. الأهالي ردوا على الاتهامات الموجهة إليهم خلال اجتماع عقد في دار البلدية، وأكدوا وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش اللبناني لبسط سلطته على كامل الحدود، رافضين في الوقت عينه دخول أي إرهابي إلى عرسال. كما شدد المجتمعون على وحدة العيش المشترك، داعين أهالي المنطقة إلى تحكيم لغة العقل وضبط النفس، لأن العدو واحد والهم واحد والمصير واحد. واستنكروا بأشد العبارات التفجير الإرهابي وإطلاق الصواريخ على البلدات المجاورة من أينما أتت، متقدمين لذوي الشهداء من أهالي بلدات الفاكهة والعين والنبي عثمان بأحر التعازي وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى. ومن الشمال إلى البقاع الموقف واحد، فخلال اجتماع عقده مفتي زحل والبقاع الشيخ خليل الميس في أزهر البقاع دعوة لفك الحصار الظالم الذي يطال أهل عرسال. الموقف نفسه أطلق خلال لقاء تضامني في منطقة القيطع في عكار. مطالبة رئيس الجمهورية، مطالبة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ودولة رئيس الحكومة وقائد الجيش بالمسارعة لفك الحصار الظالم فورا على عرسال وأهلها، وبسط سلطة الدولة وهيبتها، ومنع مظاهر السلاح غير الشرعي. عرسال ضمن الدولة اللبنانية، وين دور الدولة اللبنانية بحماية عرسال؟ عرسال وصلوا لمرحلة عم يقولوا مثل ما السوريين قالوا، ما إلنا غيرك يا الله. السواتر الترابية التي وضعت من قبل أهالي اللبوي لقطع الطريق الوحيدة
التي تؤمن للعراسل قوتهم اليومي دفع بعدد من الشبان من مختلف المناطق اللبنانية إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لهذا القرار. فمن المدينة الرياضية، قصقص، البير حلبة، المصنع صيدا السعديات النعمة، المشهد واحد والصرخة واحدة للإفراج عن 120 ألف نسمة محاصرة. أنه خطف طفل اسمه ميشال إبراهيم صقر وتم قطع كل الطرقات للضغط لرجوعه إلى أهله سالما، وهذا أمر رجوعه أثلج صدورنا وسررنا به، ويؤسفنا خطف طفل. فكذلك لا يجوز خطف 120 ألف نسمة أمام مرأة ومسمع من الناس، لا بد من أن نتعاون على إعادة حريتهم، وهذا تحرك عفوي لإيقاف الظلم. الشباب بهالحركة العفوية اللي قامت فيها بكل بقاع وبكل لبنان، من ناشد الجيش اللبناني نحن إلى جانبه، من ناشده فتح طريق عرسال وأن يكون هو عم يلعب دور الدولة اللبنانية. ويبقى السؤال، إلى متى سيستمر فرض الحصار على هذه البلدة البقاعية التي يريد البعض سلخها عن جسم الوطن؟ الرئيس سعد الحريري أجرى اتصالات بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش، شدد خلالها على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها في رفع الظلم عن عرسال وطرابلس، معلنا رفضه لما يحصل من حملات مشبوهة ضد هاتين المنطقتين وتضامنه مع أهلها. حذر الرئيس سعد الحريري من مخاطر حملات التحريض والتجني التي تستهدف مدينة طرابلس وبلدة عرسال، مؤكدا على دور الدولة في تحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأهالي الذين لن يرضخوا إلى دعوات والتهديدات المتورطين في دماء الشعب السوري والنافخين في رماد الفتن الطائفية في لبنان وكل المنطقة. وعبر الرئيس الحريري عن أعلى درجات التضامن مع عرسال وأهلها ومع طرابلس التي لن تتخلى عن إعلاء كلمة الحق ونصرة الشرفاء من أبناء الوطن الذين سيسجل لهم التاريخ بحروف من ذهب دعمهم للشعب السوري المظلوم ومشاركتهم في استقبال وإغاثة النازحين ورفض الإساءة لدورهم الإنساني والقومي، بمثل ما سيسجل التاريخ أن حزب الله هو المسؤول عن استدراج الحريق السوري إلى لبنان والمشاركة في حرب قرر فيها أن ينصر نظام بشار الأسد على حساب الشعب السوري وسلامة لبنان. وأعلن الرئيس الحريري بعد التشاور مع الرئيس فؤاد السنيورة والأمانة العامة لتيار المستقبل عن تشكيل فريقي عمل من الكتلة النيابية والتيار لوضع خطة عاجلة تشارك في معالجة الحالات الاجتماعية والإنسانية الطارئة في كل من طرابلس وعرسال وتوفير مقومات الصمود الأهلي لهاتين المنطقتين. وكان الرئيس الحريري أجرى لهذه الغاية اتصالات شملت الرئيس ميشيل سليمان والرئيس تمام سلام وقائد الجيش العماد جنقة، مشددا على وجوب مبادرة الدولة بكل أجهزتها المعنية إلى رفع الضيم عن عرسال وتحمل المسؤولية المطلوبة في مواجهة الحملات المشبوهة واحتواء ذلك المسلسل المشبوه من التحريض والحصار المرفوض. أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن طريق اللبو عرسال ستفتح صباح اليوم. الوزير المشنوق أشار إلى اجتماع أمني سيعقد في قصر بعبدة اليوم برئاسة رئيس الجمهورية لتثبيت إجراءات الأمن. وكان الوزير المشنوق قد أجرى سلسلة اتصالات مع رئاسة الجمهورية والحكومة وقائد الجيش وعدد من الشخصيات. صحيفة النهار ذكرت أن الاجتماع الأمني سيعقد قبيل الجلسات النيابية وسيشارك فيه إلى الرئيس سليمان، رئيس الوزراء تمام سلام، ووزير الدفاع سمير مقبل، ووزير الداخلية وقائد الجيش العماد جان قهوجي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة اللواء إبراهيم بصفوس. أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه اعتبارا من مساء أمس بدأت وحدات الجيش بتعزيز انتشارها في مناطق البقاع الشمالي الحدودية وخصوصا منطقتي عرسال واللبوة وفي داخلهما، وستعمل على فتح جميع الطرقات بين هاتين البلدتين لتأمين مرور المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. رفضت كتلة المستقبل النيابية أن تبقى عرسال رهينة الأفعال وردود الأفعال الصادرة عن مسلحي حزب الله وأنصارهم، مطالبة الحكومة بالتحرك السريع والهادف لحماية أهل البلدة.
في اجتماعها الدوري في بيت الوسط جددت كتلة المستقبل النيابية استنكارها مشاركة حزب الله المتمادية في المعارك الدائرة في سوريا ومشاركته في اقتحام بلدات وقرى سورية وقتاله إلى جانب نظام الأسد. وطالبت الكتلة الحكومة بالتحرك السريع والهادف والفعال لحماية بلدة عرسال من التدفق الهائل في أعداد النازحين السوريين وبوضع حد للجريمة المستمرة في مدينة طرابلس المتمثلة بالتدهور المريع والمرفوض للأمن. تطالب الكتلة الجيش والأجهزة الأمنية بتولي حماية عرسال من اعتداءات النظام السوري وممارسات عناصر حزب الله والتي تضيق على أهالي البلدة، وأن تعمل على رفع الحصار عن البلدة وأهلها وتأمين المواد الغذائية والتموينية لأهاليها والنازحين إليها. لا يجوز أن تبقى أيضا عرسال رهينة الأفعال وردود الأفعال الصادرة عن مسلحي الحزب وأنصارهم، كما لا يجوز أن تبقى طرابلس ويبقى أمنها رهينة بيد النظام السوري وأعوانه قنصا وتفجيرا وقتلا. وكفانا حديثا عن المسؤوليات والقرار، فالمسؤولون معروفون وكذلك أصحاب القرار. إن ما تشهده مدينة طرابلس يعد فضيحة مدوية وكبيرة بحق لبنان وباللبنانيين، وبالتالي يجب وضع حد نهائي لهذا الفلتان الأمني الخطير والمريب والذي يهدد بالتوسع إلى مناطق أخرى. إن لبنان يسقط اليوم في طرابلس. تأمل الكتلة أن يلتزم حزب الله بتوجهات البيان الوزاري وعدم إعاقة تنفيذه، وبالتالي عدم تكرار تجارب سابقة في التراجع عن اتفاقات ونصوص أخرى تمت الموافقة عليها وجرى العودة عنها وتنكر لها. كما طالبت الكتلة الحكومة الجديدة بالمسارعة في نشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية بمساعدة قوات الطوارئ الدولية والعمل الجدي على وقف تنقل المسلحين من وإلى سوريا. في طرابلس استمرت الاشتباكات على محاور القتال التقليدية في المدينة، واستمرت أيضا أعمال القنص التي أبقت حالة توتر. وليلا سقطت قنبلتان في بعل الدراويش وشارع سوريا بطرابلس، تبعهما إطلاق نار كثيف. في غضون ذلك حضرت أوضاع طرابلس وهمومها أمس في السراي الكبير ووزارة الداخلية. الأوضاع الأمنية في طرابلس وتجدد أعمال العنف كانت محور الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبحضور الرئيس نجيب ميقاتي وعدد من وزراء ونواب طرابلس والشمال، وجرى البحث في ضرورة وضع حد للفوضى الأمنية والتدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل والتوصل إلى تصور مشترك ينقذ المدينة وأهلها. وتطرق الاجتماع إلى العديد من الأفكار التي تمكن المدينة من استعادة نفسها وناسها وسمعتها وألقها وموقعها الوطني بصورة لا تقبل الانتكاس بعد اليوم. الرئيس سلام اعتبر أن دعوته جاءت من اعتباره أن الأمر واجب وطني، وأن عاصمة الشمال لا يجوز أن تكون ملكا سائبا لشداد الآفاق بعد أن كانت منارة في محيطها، مؤكدا أن الحكومة ستسعى بعد نيلها الثقة إلى متابعة إقرار خطة شاملة للأمن والاقتصاد والإنماء في طرابلس ومناطق الشمال المحرومة بجدية من أجل استعادة طرابلس لمكانتها ورفع الظلم والإهمال عنها ودعم الأمن فيها بخطوات اقتصادية تضخ الحيوية في شرايين المدينة وتضعها على سكة الازدهار المأمول. وأجمع المشاركون في الاجتماع على رفض مبدأ الأمن بالتراضي، وشددوا على مسؤولية الجيش والقوى الأمنية في تطبيق القانون على الجميع وملاحقة المرتكبين والمجرمين وإعادة الأمان والاستقرار إلى طرابلس، مؤكدين تقديم الدعم الكامل لها لتقوم بدورها بالحزم والسرعة اللازمين بعيدا عن أي اعتبار. عدد من المشاركين زار بعد ذلك وزير الداخلية نهاد المشنوق وأطلعه على نتائج الاجتماع، مطالبا إياه بضرورة تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس. وجدنا لديه تفهما وهمة، وأنه قد قام صباح اليوم بالاتصال بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وأن الأمر سيكون مطروحا برمته على بساط البحث وفي أول جدول أعمال مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة، لأن الحكومة التي لا تستطيع أن تمسك زمام أمن البلاد لا تكون جديرة بالحكم. درباش شدد على أن هيبة الدولة في المدينة يجب أن تكون قبل كل شيء. تتابعونا بعد هذا الفاصل. حزب الكتائب يعلن استمرار وزرائه في الحكومة. أهلا
أهلا بكم من جديد. تبدأ عند 10 من صباح اليوم جلسات مناقشات البيان الوزاري في ظل إجراءات أمنية مشددة ضمانا لأمن الوزراء والنواب. وأوضح المدير العام للجلسات واللجان في مجلس النواب رياض غانم أن عدد طالبي الكلام بلغ 30 نائبا، لكن هذا العدد قد يكون مرشحا للارتفاع. واتفق تكتل التغيير والإصلاح على كلمة واحدة لنوابه يلقيها النائب إبراهيم كنعان، وستنتدب كتلة التنمية والتحرير نائبا واحدا أيضا. وسيتلو الرئيس سلام في مستهل الجلسة البيان الوزاري المؤلف من 3 صفحات مع مقدمة تحوي بعض التعديلات. تفاصيل ما جرى قبيل انطلاق الجلسات في هذا التقرير لجوانا نصر الدين. تستعد حكومة الرئيس تمام سلام لنيل الثقة في المجلس النيابي الذي يناقش على مدى يومين البيان الوزاري تمهيدا لإعطاء الحكومة الثقة. وبحسب مصادر المجلس النيابي فإن عدد النواب طالبي الكلام هذه المرة أقل من المرات السابقة بالنسبة لجلسات الثقة، ويحق لكل نائب بالحديث نصف ساعة. وتوقعت مصادر المجلس أن تكون هذه الجلسات أقصر من سابقاتها وقد تنتهي بيوم ونصف اليوم. نسخة جديدة للبيان الوزاري وزعت على النواب، وهي ليست نسخة معدلة كما ترددت المعلومات، بل فقط أضيفت إليها كلمتان سقطتا سهوا بسبب خطأ مطبعي كما أوضحت مصادر مطلعة لتلفزيون مستقبل. ففي الفقرة التي تقول أن الحكومة ستسعى إلى التأكيد على مبدأ الحوار والتمسك بالسلم الأهلي وذلك احتراما ومتابعة لقرارات الحوار الوطني، تم إضافة كلمة تنفيذا لتصبح العبارة احتراما ومتابعة وتنفيذا لمقررات الحوار. أما المقطع ما قبل الأخير فأصبح استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان ووحدة أراضيه بعد أن أضيفت كلمة دورها. الثقة مضمونة، ومن المتوقع أن تنال حكومة الرئيس سلام ثقة أكثرية نيابية لا تقل عن 110 نواب حتى لو امتنع وزراء الكتائب عن التصويت. إذن كل التحضيرات اكتملت للجلسة التشريعية، وقد أكدت المصادر أنه تم حلحلة الأمور العالقة والاتفاق على تجاوز هذه المرحلة. أعلن حزب الكتائب استمراره في نضاله لتثبيت منطق الدولة ليس خارج المؤسسات حيث ملعب الآخرين، بل داخل المؤسسات. وبعد اجتماع استثنائي للمكتب السياسي في الصيف، أكد حزب الكتائب أن مجلس الوزراء هو ساحة أساسية لنضاله إلى جانب مجلس النواب وهيئة الحوار الوطني. قتل ضابط وجرح عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة أمس في آلية عسكرية في الجولان المحتل. وأعلن العدو صباح اليوم أن مدفعيته قصفت مواقع تدريب ومقر قيادة ومدفعية تابعة لقوة الأسد في الجولان. قتل ضابط وجرح 3 جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة في الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان بالقرب من بلدة مجد الشمس. وعلى الفور ردت إسرائيل بإطلاق عدد من القذائف المدفعية على الأراضي السورية، وحلقت 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في أجواء منطقة جبل الشيخ، وأعلنت حال الاستنفار في صفوف قواتها. مصدر عسكري إسرائيلي أعلن عن إصابة 4 عناصر، لافتا إلى أنه ليس من الواضح هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم، في حين اتهمت القناة 10 الإسرائيلية حزب الله بالوقوف وراء العملية. اعتبرت صحيفة معاريف أن تفجير العبوة ترافق مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة نحو الدورية المستهدفة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد خلال جلسة كتلة الليكود البرلمانية برد قوي على العملية، معتبرا أن منطقة الحدود مع سوريا أخذت تمتلئ مؤخرا بعناصر من حزب الله والجهاد، مما يضع تحديا جديدا أمام إسرائيل. وكانت الأيام الأخيرة قد سجلت تطورات لافتة في الجولان المحتل وفي المناطق الحدودية وسط استنفار إسرائيلي غير مسبوق قبالة بلدة ميس الجبل في قضاء مرج عيون. وترافق ذلك مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلي حزب الله توغلوا الجمعة الماضية مئات الأمتار إلى الجنوب من الخط الأزرق وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزرعوا عبوتين ناسفتين في منطقة مزارع شبعة وعادوا إلى الأراضي اللبنانية. الصباحية، تتابعون الصباحية بعد هذا الفاصل. بوتين يقدم القرم، وكاف تعلن دخول مرحلة المواجهات العسكرية.
تستعد كتائب الأسد مدعومة من حزب الله والميليشيات العراقية للبدء بجولة جديدة من العنف العسكري في القلمون تشمل فليطة ورنكوس، في وقت قصفت قوات النظام بالبراميل المتفجرة أحياء في إدلب وحلب. على حطام مدينة يبرود تسير قوات النظام السوري مدعومة من حزب الله استعدادا للبدء بجولة جديدة في القلمون تضم 3 بلدات على الحدود مع لبنان لجأ إليها مقاتلو المعارضة وهي رنكوس وفليطة ورأس المعرة. تزامنا تتواصل الاشتباكات في الريف الدمشقي بين الجيش الحر وقوات النظام في منطقة وادي بردة أو على أطراف بلدة بيت سحم من جهة طريق مطار دمشق الدولي في ظل قصف عنيف تتعرض له مدن وبلدات الريف. وفي دمشق دكت مدفعية النظام أحياء مخيم اليرموك والعسالي وجوبر الذي تدور على أطرافه مواجهات شرسة. اسقاط البراميل المتفجرة على مدينة خان شيخون. هذه الأجواء التي تعيشها خان شيخون في إدلب أثناء قصفها بالبراميل المتفجرة على غرار الكثير من أحياء حلب مثل الصاخور ومساكن هنانو والمدينة الصناعية ومحيط سجن حلب المركزي وسوق سد اللوز حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح. أما الاشتباكات فتستمر في حي الليرمون وفي منطقة الشيخ نجار والمحاور القريبة منها في حلب وفي دير الزور حيث استهدف الجيش الحر تجمعات النظام داخل مطار دير الزور العسكري. كذلك يدور قتال عنيف في محيط حاجز صوامع وسجن غرز في ريف درعا فيما تتعرض مدن كفرزيتا ومورك في ريف حماة لقصف من الطيران الحربي والمروحي بالبراميل المتفجرة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق نشاطات السفارة السورية في واشنطن والقنصليتين في تكساس وميشيغان وطلبت من الدبلوماسيين السوريين مغادرة البلاد. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا دانيال روبنشتاين أنه من غير المقبول أفراد عينهم نظام الأسد القيام بعمليات دبلوماسية أو قنصلية في الولايات المتحدة. فجر توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا ردود فعل غاضبة من الدول الغربية. في المقابل أعلن رئيس حكومة أوكرانيا إرسين ياتسونيوك دخول النزاع في جزيرة القرم مرحلة المواجهات العسكرية. وصباح اليوم أعلنت شرطة القرم مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين برصاص قناص في سميفربول. أجواء من الخلاف والتشاؤم سيطرت على الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة دول الست في فيينا والرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي في ملف طهران النووي. وقبيل المحادثات عقدت كاثرين أشتون الممثلة السياسية للخارجية في الاتحاد الأوروبي جلسة مع جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في مقر الأمم المتحدة في فيينا. والآن تذكير بالعنوان. إن احنا مش هنفتح الطريق إلا ما يفتحوا الطريق على أهل عرسال. فتح جميع الطرق التي أقفلت أمس احتجاجا على حصار عرسال والمشنوق يؤكد أن طريق عرسال ستفتح اعتبارا من صباح اليوم. الحريري يجري سلسلة اتصالات حول الأوضاع في عرسال وطرابلس ويعلن تشكيل فريقي عمل لمعالجة الحالات الاجتماعية والإنسانية فيهما. كتائب الأسد تصاعد من اعتداءاتها بحق المدنيين وواشنطن تغلق السفارة السورية والقنصليات التابعة لها. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.